أمير السكراء، نلتقي بك هنا في الناصرة في المؤتمر الأول للنقابة المهنية للتنمية البشرية، حدثينا عن أهمية هذا المؤتمر. أهلا وسهلا فيكم. المؤتمر هو من إقامة وإعداد وتنظيم النقابة المهنية للتنمية البشرية بالوسط العربي. النقابة هاي أقيمت من مجموعة مدربين، كان لي الشرف أني أرافقهم في تنظيم هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الأول اللي بيوحد المدربين مع بعض. زي ما بدت كلمة الافتتاحية المدربين فين أبو عيسى، إحنا اليوم كخلية والخلية إن إحنا ما بنفع تكون بلا خلية، فإحنا كمدربين خلية مع بعض، إحنا عمود فقري للمدربين. عم بيصير اليوم بالمجتمع إنه عم نشوف ناس عم تتعلم 20 ساعة تدريب، عم تتعلم 30 ساعة تدريب وعم بتقول أنا مدرب. فكان الحكي إنه الإشي مهني، فبدنا نقابة مهنية، فأقيمت النقابة من أجل إحنا كلنا، من أجلنا كلنا كمدربين. واليوم المؤتمر هو افتتاح. طبعاً بالنقابة عنا عدد أعضاء كتير أكبر من المشاركين معنا في المؤتمر الأول. اليوم كان مؤتمر أولي تنظيم لكل المؤتمرات اللي رح تكون في المستقبل، يعني هو كبداية حلقة وصل بيننا وبين المجتمع كافتتاحية كبداية. لا الكلام لها الخطاب لها المعلومات القيمة، وبصفتي أنا كمان ممثل مسرح سينما وتلفزيون للمسرح الحنين الناصري، بعيد من قبل الأخت ميري أخوتي ونقابي وحنا بطار اللي هو بيكون أخو مرتي، إني أجي أحضر في هذا المكان وأسمع هاي الكلمات اللي بتعيدني لذكريات بعطائي أنا كفنان كممثل كحكوات كقاص بحكايات الأطفال. بخلال كلماتي سرقت منك بعض الجمل اللي هي أثرتني وغذتني كيف أنا أقدر كمان منها أتواصل مع الصغار مع الكبار. فشكر كبير لإلي واسمحي لي أقدم لك هاي. بدي أسألكم سؤال، كلكم بتفوتوا على مطعم، وبتشوف كل اللابسين غير دريسنج كود موحد، شو بتحسوا؟ نظام، نظافة، عنوان، رقي، إدارة، مساواة، قديش احنا بنتأثر من اللي بنشوفه، قديش هذا الشيء مهم. بعطيكم نموذج شاب وقفة كثير، رح يكون كثير شباب هون.